بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم إخوتي وأخواتي في حلقتنا الجديدة من برنامجنا والذاكرات. نتكلم اليوم عن امرأة من الأنصار، من الذاكرات حقا، ولكنها أيضا من النشيطات في المجالات الاجتماعية. هي أم نبيط. أم نبيط هي أم أحد الصحابة. تقول أم نبيط: كان لأسعد بن زرارة بنت يتيمة، وكان قد أوصى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربها النبي وكانت في حجره حتى كبرت، وزوجها من نبيط. وفي يوم عرسها كنت أنا وجماعة من النساء في طريقنا أن نهدي هذه العروس إلى زوجها، فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أضرب بالدف وأغني وأقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. فوقف علينا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا يا أم نبيط؟ فقلت: يا رسول الله، جارية لنا نهديها إلى زوجها. قال: فتقولين ماذا؟ فأعدت عليه قولي، فقال: قولي: ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. من هذا الموقف نرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يلقن أم نبيط كلمات جديدة من أجل أغنية تغنيها في يوم عرس امرأة من نساء الأنصار. إذن النبي أباح للنساء أن يتغنين في هكذا مواقف، وأن يظهرن ويعلن الفرح. كثير من الفقهاء يحرمون كل أنواع المعازف ويحرمون الغناء، ولكن كثير من الفقهاء أيضا يناقشون في هذا الأمر، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. في صحيح البخاري وحده يوجد 12 رواية كاملة أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى غناء الجواري والنساء، سواء في الشوارع عندما كان يعود من الأسفار. على فكرة بعض يقولون أنها الأغنية التي استقبلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أن هذه الأغنية قد نسخت فيما بعد، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولكن الروايات الصحيحة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما عاد من غزوة، وخاصة غزوة خيبر وهي في السنة السابعة للهجرة، كان النساء من المدينة يخرجن ويستقبلنه بنفس الأغنية وبنفس الترحيب: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. إذن هذه هي شخصية أم نبيط، أنها كانت تشارك في الأفراح، أنها كانت تشارك في كل المناسبات الاجتماعية بين النساء لكي تدخل الفرحة على قلوب الجميع. وروت السيدة عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رآها مرة راجعة من عرس، فقال لها، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام: أين كنتم؟ قالت: أهدينا يتيمة إلى زوجها. فقال النبي: ماذا قلتم؟ قالت: لم نقل شيئا، سلمنا وانصرفنا. قال: هلا قلتم: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو، أو في رواية: قوم يعجبهم الغزل. ثم قال: أدركيها يا زينب، أرسل وراء زينب أن تدركها. يقول ابن حجر العسقلاني في كتابه شرح البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول: زينب هذه امرأة كانت تغني في المدينة، هي ليست مغنية مثل القينات اللواتي كنا قبل الإسلام، إنما كانت في هذه المناسبات السعيدة ربما تتغنى بشيء من الأغاني التي تدخل السرور على قلوب أصحاب العرس. إذن من هذه الروايات نرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في شيء من الغناء وفي شيء من المرح وفي شيء من اللهو. حتى الآية الكريمة في قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. بعض المفسرين يقولون بأن اللهو محرم لأنه لهاهم عن الصلاة، لكن الأرجح من المفسرين يقولون اللهو مباح مثله مثل التجارة، لأن الله تعالى عطفها على التجارة إذ قال: تجارة أو لهوا انفضوا إليها، والتجارة مباحة بل مأمور بها، كذلك اللهو مباح ومأمور به في أوقات معينة. وكما قلت لكم ورد في صحيح البخاري الرواية التي وضعها الإمام البخاري في كتابه في باب كتاب العيدين، أول حديث تكلم عن السنة
والحديث الثاني مباشرة تكلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته فوجد جواري يتغنين ويضربن الدف عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فدخل أبو بكر فوجد بأن الفتيات يتغنين، فقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وكان قد غش وجهه، فقال: يا أبا بكر دعهم، إنها أيام أعياد، لكل قوم عيد ولنا عيدنا، ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة. إذن من كل هذه الأحاديث التي نراها نرى سماحة الإسلام، نرى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم بأن أذن ورضي للنساء أن يتغنين في الأفراح وفي الأعراس، حتى أنه مرة مر على قوم من الأنصار في مناسبة لهم فسمع الجواري يضربن بالدفوف ويتغنين ويقولن، وأهدى إليها كبشا تنحنح في المربد، وزوجك في البادي ويعلم ما في غد. فوقف النبي وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، عودوا إلى ما كنتم تقولون. إذن النبي كان إذا رأى منكرا غيره، لكن إذا رأى مباحا فكان صلى الله عليه وسلم سمح به ورضي به وأرضاه للمسلمين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله.